السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في قناة منحة الحمول الفنية. وزي ما تعودنا دايما ان احنا بنتقابل مع بعض في كل فيديو بنقدم تقنية جديدة او تقنية تكونوا حضراتكم حابين تتعلموها، وانا بحاول دايما ان انا اكون متواصل مع اكبر قدر ممكن من الناس المتابعين، واي حد بيطلب مني اي حاجة بحاول ان انا اقدمها لحضراتكم بطريقة سهلة وبسيطة. النهاردة ان شاء الله هنحاول نتعلم مع بعض ازاي ارسم منظر طبيعي بالالوان الزيتية، منظر بسيط بيعتمد على رسم الصخور ورسم الأمواج بطريقة سهلة وبسيطة. أهم حاجة جهز أدواتك وتعالى عشان نشتغل مع بعض إن شاء الله. وطبعا هنشتغل على مسطح من اللي احنا اتعلمنا طريقة إعداده قبل كده اللي هو 12. شكرا. ده اللون ده اسمه فان دايك، بني فان دايك، وده بيستحب يترسم بيه في البداية يعني زي بديل للقلم الرصاصي. أنا هعمل منظر صخرة وموجة. بعمل خطوط خفيفة كده في الأول، حلو مثلا من هنا، واخد خط اللي هو الخط الأفقي اللي بيفصل البحر عن السماء. هنا طبعا البطل بتاعي هيكون الصخور والموج. طبعا التوال اللي انا برسم عليه ده التوال اللي احنا محضرينه قبل كده. اجي بعد كده ممكن ابدا الاول بالسما، طبعا ممكن تبقى الفرشه فيها الوان قديمه والالوان تطلع معاك، انا احس ان ده بيبقى حاجه كويسه. اهم حاجه في طبعا في المنظر الطبيعي خلط اللون.
اخش على عريضه وابتدي ادخل الالوان في بعضها عشان ادي احساس السما. ادخلات ازاي؟ الفرشة طبعا ممكن تمسكها بالطول، تستفيد منها بالطول والعرض، يعني ممكن اي اتجاه يعجبك تستعمل بيه الايه الفرشة. هنا دي اللون، نفس اللون اللي انا قلت عليه اللي هو البني الفان دايك. طبعا زي ما انتم ملاحظين اللون الاول بيبقى خفيف، القوام بتاعه بيكون خفيف، يعني بنكتر الوسيط وبنقلل اللون بنسميه فيلاتورا. حاول ابين الكسرات كده بتاعت الصخور بلون لون غامق، وليكن مثلا اسود مع بني. طبعا نصيحة ان اللوحة ما تخلصش كلها في قاعدة واحدة، يعني بنعمل حاجة اسمها اندر بينتنج الاول، وبعد كده بنشتغل فوق اللوحة كمان مرة او مرتين. انما لو عملنا اللوحة في مرة واحدة ده بنسميه تكنيك موجود برضو يكون عايز اسمه على بريما. طبعا شغل التصوير اللون بينتنج بيبقى حذف واضافه، يعني ممكن احط اللون واشيله تاني لو عايز اهديه شويه. طبعا السكينه بتفيد جدا في رسم الصخور والامواج.
طبعا في معلومه لازم تبقى عارفينها، اللي هي ان التصوير الذاتي بنبدا بالغامق والفتح هو اللي بيجي بعد كده، يعني عكس الالوان المائيه. الالوان المائيه احنا بنبدا بالفتح وبنغمق، لا الالوان الزيتيه لا. طبعا مش معنى ان انا برسم بحر يبقى لازم يبقى لونه ازرق، على حسب طبعا التوقيت بتاع اللوحه. يعني ممكن في اوقات تلاقي البحر لونه سيلفر، اوقات بيبقى ازرق صافي، اوقات بيبقى رمادي. شايف بقى العشوائية بتاعة الفرشة، وتلاقي اللون بتاع الموجة دخل في لون الصخرة، يعني حصل مزيج ما بينهم كده. طبعا كل اللي انا بعمله ده بنعتبره اندر فينتنج. دايما عند اي صخرة بيكون فيه جزء فاتح لانه بيبقى فيه موجة حواليه. لسه ده طبعا هيتعمل في الاخر. طبعا زي ما شايفين واللوحة طرية، الأبيض بيندمج مع البني في حتت فبيدي يعني تأثير الموجة. طبعا اللوحه تحتاج تتساب شويه عشان اللون ينشف شويه وبعدين نشتغل عليه، لان زي ما قلت اللوحه لا يستحب انها تتعمل في قاعده واحده.
بنعملها بالاسود، يستحسن تكون الفرشه يكون شعرها قصير. وطبعا زي ما اتفقنا بلاش اسود صريح، يعني حاول تخلط الاسود يكون داخل معاه اي لون كمان مثلا بني او كده. في الفينش بلاش تستخدم وسيط، او لو هتستخدم وسيط يكون خفيف جدا، يعني حاول تكون اللون يكون بقوامه. طبعا بعمل تاتشات اضاءة كده باللون الفاتح، تبقى الفرشة ما تبقاش مليانة قوي لون. والإضاءات دي ممكن تبقى ألوان بقى، يعني مش لون واحد، يعني ممكن أبيض مع أصفر، أبيض مع أورانج، مع أخضر فاتح. عشان نقرب من احساس الصخور المكسرة. طبعا الاضاءات اللي انا بعملها دي بتدي اضافه للشكل، وزي ما انتم شفتوا طبعا السكينه بوتت لي شويه اللون الاسود اللي احنا اصلا هو المفروض انه ممنوع ان يستخدم بشكل مباشر، فاحنا بنحاول نهديه خالص فما يبقاش اسود بقى. وزي ما انتم شايفين كده اللوحه يعني اعتقد يعني الى حد ما اكتملت، هي محتاجه بس شويه فينش نهائي كده بعد ما تنشف، اعتقد هتبقى كويسه ان شاء الله. طبعا في نهاية الفيديو يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، ويا رب تكونوا استفدتم حاجة، وما تنسوش طبعا تبقوا متابعين معايا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ولو الفيديو عجبك شيره عشان اي حد ممكن يستفيد منه. وهنحاول ننزل لحضراتكم اللينكات بتاعت
الفيديو اللي احنا كنا اتعلمنا فيه ازاي نحضر التوال وازاي نحضر الوسيط، لان زي ما حضراتكم شايفين انا اشتغلت على التوال اللي انا عامله، وانا شايف بصراحه انه افضل من الجاهز بكتير جدا. بشكر حضراتكم وان شاء الله نتقابل في فيديو قادم ان شاء الله على خير. شكرا.